مجددا صباح الخير لكل أعزائنا المشاهدين ولكل اللي انضموا أكيد لنا بها الفقرة من برنامجنا الصباحي على الموعد، وبإطار استعدادنا إلى عيد العنصرة أو هذا الحلول للروح القدس، وإني أعرف اليوم عمل هذا الروح بحياتي وأعرف كيف أسمع لهمسات هذه الروح وأعرف أكثر كيف أقدر ميز مواهب هذا الروح القدس الفاعل فيه. ويمكن اليوم إذا هيك تنرجع أكثر إلى هالوقفة الروحية، إلى اكتشاف هذه المواهب واكتشاف فعل حقيقي لهذا الروح كيف يعمل. اليوم بهالفقرة بشرفني بسني أن يكون عم بستضيف فيها الأخت تريز السلوى، وهي من مرسلات سيدة المعونة الدائمة. صباح الخير أستاذ تريز. صباح النور روي، أهلا وسهلا فيك. ميرسي. لما نحكي هيك ونبلش بعمل الروح القدس وبفعل الروح القدس اللي كان منذ البدء بهيك بالكتاب المقدس، كان روح الله يرفرف على المياه، وهالروح اللي الله نفخه فينا واللي أعطانا فيه الحياة، قديه اليوم هيك في الإنسان المسيحي أو أي إنسان اليوم واعي لعمل هذا الروح بحياته، وكيف قادر يختبر فعل هيدا الروح؟ كتير حبيت فكرة انه ربط انه البداية كانت مع حلول الروح القدس. دايما بكل بداية الكتاب المقدس في روح قدس، يعني لما كان في خلق اول مشهد بالخلق بفرشونا انه الروح عم بيرف على وجه المياه، وبيقلنا النص وكانت الارض خاوية خالية، وهيدا مش تفصيل صغير، يعني عم بيقولوا لنا انه حتى لو الامور بحياتكم مخربطة، حتى لو انتم قشعين العالم هيك في لخبطات والامور مش ظابطه، هيدا ما بيعني انه الروح مش موجود. والتاني مطرح لما يسوع راح بده يبلش رسالته، كمان حل عليه الروح القدس وبالعماد وبلش رسالته يلي ما كانت سهله، وصلته على الصليب، وكمان بالعنصره لما اجت الجماعه الاولى قعدت تقول شو بدنا نعمل. يعني تخيل جماعه بعدها عم تتاسس مثل حيالله جماعه تانية بدها تقول شو المشاريع اللي بدنا نعملها، شو البروجرام اللي بدنا نحطه، خصوصا انه يسوع كان موصيهم ببروجرام مش هين، يعني يقول لهم على اقاصي الارض. تخيل يعني جاي يقول لهم رسالتكم مش هون بين شخصين ثلاثه، حواليكم بدكم توصلوا لاقاصي الارض. بيقوموا بيقعدوا بالعليه وبصيروا يفكروا خايفين ميتين رعبه لانه الرساله مش هينه، وعم بيسالوا الله شو بدنا نعمل. فبيقوم بيجيهم الجواب انه بالكنيسة مش مهم شو بنعمل، مش مهم الانجازات والعظمة، بنركض تنعمل اكتيفيتي ونشاطات، بالكنيسة المهم هو بأي روح بدنا نشتغل. حلو. وحياتي انا كمسيحي المهم فيها مش شو بعمل لله، المهم شو بترك الله من خلال عمل الروح هو يشتغل فيي. وهل مسمين احنا بالمسيحيين بنقول هيدي روحانية مسيحية، شو يعني؟ يعني هذا الانسان، هذا الشخص تارك روح الله من خلال مواهبه هلا بنشوفهم يدفشوا لقدام. يعني كل شيء بده يعمله بده يصغي، هل اللي انا عم بعمله هو من عمل الله بحياتي؟ وعلى هذا الاساس بيشتغل. نعم سور تريز، اني اقدر ميز اذا هيدا العمل هو عمل الله، هو فعل هذا الروح اللي ساكن فيه، او هو خارج عن هذا الروح، هو من روح هذا العالم، من الروح اللي بيوصينا في يسوع. العملية يمكن وهالمسار منه سهل، بس اليوم هيك قبل ما نفوت بالمفاهيم الحقيقية لمواهب هذا الروح، ويمكن اللي كتير أوقات بتتشوه، كيف بقدر عن جد اليوم أنا كمسيحي عم بختبر الحياة، عم عيش بعمق هالحياة، إني أقدر ميز هذا العمل؟ بتعرف بدنا ننطلق من شيء ثابت، هو انه كلنا فينا الروح بداخلنا، ما بدنا نفتش عليه برا. وكل واحد بداخله في نوع من السنسر، بتعرف السياره بس حطوا لها سنسر وقتها بدها تضرب بالحيط بتزمر. كل واحد بحياتنا في سنسر بداخله، لانه انا مخلوق على صوره الله ومثاله، لانه انا افهم كائن منيح وخير، بيجي عمل الروح هيك بيصير التمييز. في سنسر بداخلي يلي هو روح، لما انا بكون عم بعمل شيء خير بضوي هذا السنسر بداخلي بنبسط. كلنا، ما في حدا بالعالم اذا عمل عمل خير ما بحس حاله مبسوط، اذا بشر ما بحس حاله مبسوط، اذا ساعد فقير ما بحس حاله مبسوط. هيدا الفرح،
ما بيجي بس من العمل ذاته، بيجي انه هيدا العمل منسجم مع طبيعتي انا يلي الله حطتها فيي كان على اني انا ابن الله. نفس الشيء لما بنعمل شيء مش حلو كمان فينا هيدا السنسر يلي هو الروح، بنحس حالنا ملخبطين، يعني بتحس انه عم تعمل شيء منه انت. ونشكر الله انك تضلك واعي انه هيدا السنسر شغال. هلا المشكله مش انه اذا موجود ولا لا، المشكله اذا بنعمل له صيانه بالصلاه وبالقراءه وبالحياه العمليه ونصايح الناس حوالينا ليضل هيدا السنسر عم بيشتغل. كل شيء ايجابي بحسسني بفرح وسلام من داخلي بيكون من عمل الروح، وكل شيء بيخلق بداخلي اضطراب ولخبطه بيقدر كثير يكون مش من عمل الروح. نعم. لنفوت هلا بعمق هالمواهب هيك يمكن ونكشف عن الوجه الحقيقي لهالمواهب، ويمكن هيك بهاللغه اللي بتوصل لقلب العالم، واللغه اللي يمكن هيك اليوم بنقدر من خلالها نوصل فعلا هيدي الصوره الحقيقيه. اليوم لما نبلش مع العلم، ويمكن لما نقول العلم بنقول انه اف هالروح بده علم، بده شهادات، بده اشخاص مثقفه، بده اشخاص انه شو تعرف تحكي تعرف تعبر. بنخلط بين هذا العلم الحقيقي وانه انه هيك بهالقناع اللي بنلبسه لنبين انه نحن ايه فهمانين، نحن معلمين. كيف بقدر هيك بموضوع العلم اعرف حقيقه لما الروح بهب بيعطيني موهبه هذا العلم، اي علم؟ كثير مهم اعرف انه لما بحكي عن العلم بكون عم بحكي عن موهبه من مواهب الروح، لان هيدي شيء بخصني فيي. العلم هو الشيء اللي بخاطب عقلي. فالكنيسه ولا مره كانت ضد العلم، واذا بنشوف كيف انتشرت المسيحيه ما انتشرت بس بالصلاه، مسيحية انتشرت لأنه في حدا اسمه مار بولس هلقد كان عنده علم. أوكي؟ هلأ بنسأل هل العلم مع أو ضد؟ أكيد العلم مع ومنسجم مع عمل الروح بداخلي، على أني أنا ما ألبس العلم على أنه قناع. يعني في ناس بتفكر أنه بدها تبين أنه هي الباطل فهماني أكثر من غيرها وبتعرف أكثر من غيرها وبتصير تتباهى على غيرها بالعلم، بالوقت اللي إذا الله عطاني هيدا الذكاء الانتليجنس تبعي هو تحت أعرف استعملها، مش حتى ألبس قناع اجتماعي وأتباهى فيه، إنما حتى ساعد الناس. العلم انوجد حتى أنا غير وجه الله وجه الكون من خلال وجه الله، قادر اتصرف فيه بهيدي الطريقة. يعني مار بولس استعمل العلم تبعه تبشر لأقاصي الأرض وصل لروما. هل أنا قادر استعمل العلم وكل الوسائل اللي عندي أنا ومرتاح بهدف نبيل؟ حلو. يعني هيك يمكن مش تأتباهى على العالم، ولكن اني ساهم بتغيير وجه هيدا العالم، الوجه اللي أكثر بيشبه وجه يسوع الرحوم، يمكن بهيدي الرحمة كمان. لأنه بتعرف يمكن هيك في كتير أوقات مع العلم تكبر، وفي كتير هل أنا اللي بتبرز أكتر، أنه أنا اللي بدي موجود وأنا اللي حتى بتصير يمكن أنا الكائن، يمكن أنا اللي عم بخلق مش أنا اللي عم شارك بعملية الخلق، مش أنا اللي أخذت نعمة هالخلق. بفوت بمنطق موهبة تانية هيك بفوت عليها، هي منطق القوة، بصير أنا القوي وأنا مصدر القوة لذاتي. واليوم العالم كله عم يبحث عن طاقات منسميها طاقات إيجابية وطاقات بتقدر تعطيني هيك أني أخرق وأعمل وأسر وإلى ما هنالك. بيجي الروح تيعطي موهبة هذه القوة، شو هي هالقوة؟ موهبة القوة يلي بداخلنا هي تنعرف أنه الله ساكن فينا ونحن ممتلئين من نعمه. يعني بدك تعتبر انه نحن مثل كبايه مليانه، مصدر القوه فيها، مصدر القوه من جوا، لانه الله ملينا مصدر القوه من جوا، وعلينا نحن نطلع هيدي القوه لبرا. بس انتبه، قوه العالم هي انه انا بدي سيطر على كل شيء، لازم اضبط كل شيء، لازم يكون كل شيء السلطه كامل 100%، بدي احط ايدي على كل شيء وما في شيء يفلت مني. بتعرف وين قوه المسيحي؟ انه قادر يوصل ليعترف انه انا اكبر خاطي، وانه انا ممكن اعمل كتير اشياء بحياتي تكون ملخبطه، بس بذات الوقت انا لما اوقع ما بخاف اني اوقع،
لأنه أنا إذا بوقع بعرف على مين مستند. فالمسيحي ما بيخبي ضعفه، هو يعني هاي مسيرة بنعملها. إيه ما فينا نكون كتير هيك بالهوا عم نحكي، في مسيرة نحن مدعوين نعملها من خلال موهبة القوة لحتى أقبل إنه أنا أفوق، أنا كائن فيه كتير ضعف، بس هيدا الضعف ما بيخربط لي لا علاقتي بالله، وبدي اتعلم كيف ما يخربط لي علاقتي بالاخرين من دون ما انفي. اليوم العالم بينفي كل شيء فيه ضعف، انت الاقوى، انت الاجمل، انت صحيح. هيدي كانه عم يكبت هذا الضعف بلحظه بجرح معين ببج 100%. نحن بنقبل انه نحن مجروحين، بس اي مين حلو بمنطق قوه الرب اللي فينا. بين القوة والتقوى يمكن، وهيك التقوى يمكن اللي بتاخد أكتر مفهوم شعبوي، ويمكن هيك اللي بتبين بمظاهر كتير بحياتنا المسيحية، بس إني أرجع إلى حقيقة هذه التقوى شو يعني؟ بتعرف اليوم في كتير خلط بالمفاهيم خصوصا بحياتنا المسيحية. منفكر انه الانسان التقي هو الانسان يلي بيقعدوه اول بنك بالكنيسه، يلي بيركع، يلي منشوفه دايما قاعد بالكنيسه، او لابس صليب كبير، او عامل لحيه وصندال. صار عندنا يعني بذهن العالم وبمخيلتهم في صوره عن الانسان التقي. بيجي الروح ليفهمنا انه ما في صوره للتقوى، لانه كل انسان يعبد الله بالروح والحق بيعبده على طريقته. ما في مثال للتقوى، ما فيني يكون لكون انا تقي بدي يكون عم بتصرف هيك، كون كوبي بيست عن غيري يعني. يمكن قديس، او اذا باخذ هيك يمكن مثال 100%. حتى القديسين ما انعملوا حتى انا بنقول اوكي القديس مثال لنا، بس انا مش مدعو اطبق حياتي على حياه هذا القديس لانه مش رح تزبط. صح. بس كل اللي بقدر اعرفه انه هيدا مار شربل اوكي نام على الخشبه وتقدس. إذا أنا اليوم بنام على الخشبة بقوم الصبح مش قادرة أقوم أرتوز وديسك، بس مش هيدي هي التقوى. التقوى مش بالممارسة، التقوى هو شيء داخلي. وصدقني قد ما بيكون الإنسان تقي قد ما بيكون عنده رغبة من جوا إنه ما يظهر هيدي التقوى كيف ما كان، ولا يحكي عنها كيف ما كان. هي موقف قلب 100%. يمكن هذا القلب اللي أوقات بده يفوت بمغامرة الحب، وبده يعرف إنه انه هيك هو محبوب، هو هيدا القلب، هو مصدر، هو جوهر الحياة، هو اللي اذا ما اكتشف انه عن جد هو محبوب ما انه قادر يحب، ولا قادر انه يعطي هيدا الحب او يخلي هالحب هيك يتجلى بهالتقوى اللي بدها تكون اكيدة تحت نظر الله، مش على الله وعلى الناس. سور تيريز، نفوت بالمشورة، أو يمكن هيك ناخد الاستشارة أو الشورة، أو بحياتنا كتير هيك بنرجع لأشخاص نسترشي تناخد نصيحة، تناخد هيك فكرة منه تخلينا نكفي، بس بننسى كتير إنه نرجع لهالروح اللي فينا ونخليه ينطق. شو رأيك هيك كيف بدنا نخليه ينطق ويعطي هالمشورة؟ أول شيء بدنا نآمن إنه هو دايماً عم ينطق، بس إنه نحن مش دايماً بنكون جاهزين نسمع هو شو عم ينطق. أوقات بنسمع هو شو بده منا، بس ما بنكون جاهزين نعمل اللي هو بده إياه منا. فهذا بدنا نمشي على ثابتة إنه هو دايماً عم يحكي. هلا قديش نحن ضابطين الأنترنت تبعنا لنقدر نسمعه، هيدا شيء مش دايماً على فرد موجي بنكون نحن وياه، أوكي؟ وهيدي أهمية الصلاة. الصلاة يلي بنصليها هي مفروض أول شيء تكون هي اني اسمع. اوقات نحن بنفكر انه الصلاه هي انه انا بس خبر الله شو بدي، بس الصلاه كمان هي جواب، والمشوره هي اني اسال الله شو بده واسمع الله شو بده مني، والله بيقول لي شو بده مني من خلال موهبه المشوره. لما انا بركب الانترنت تبعي لاقدر اسمع الله شو عم بيقول لي، مش دايما بتزبط بس مهم نجرب نعملها. حلو. ولنقدر نفهم هالمشوره بدنا نفوت موهبة هذا الفهم، والفهم اللي أوقات كتير ممكن هيك بيختلط بإشياء بعيدة كتير عن الحقيقة، وبإشياء كتير بتخليني شوه هيدا المفهوم الفهم، لأنه أساس هذا الفهم قائم على شيء منه صلب، منه شيء متحرك بروحه وبيجي وهيك يعني ممكن. بس أني أرجع اليوم لموهبة هذا الفهم، أني أفهم
شو بدي افهم؟ بتعرف روي، نحن بنتلهى دايما نفهم الاشياء اللي عم بتصير حوالينا. دايما دايما عنا رغبة لبرا، بالوقت اللي نحن عن جد مدعوين نفهم شو عم بيصير فينا جوا. لأنه كل شيء بحياتنا، كل قداستنا، كل قوتنا، كل عملنا بينطلق من جوا لبرا، مش من برا لجوا. فمشورة موهبة الفهم بتيجي تتقلنا فهم حالك، اعراف حالك. اعراف حالك كانوا يقولوا الفلاسفة اليونانيين، اعرف نفسك. أهم شيء بالحياة أقدر أصغي تعرف نفسي، وما حدا يقول إنه بتركزوا كتير على إني أعرف ذاتي وين الله. ما الله موجود بذاتي. كل ما بعمي هيدا الفهم، كل ما بفهم الله كيف عم بيشتغل فيي. هلا نحن شو بنركض تنفهم؟ نفهم الحدث كأنه هو حدث بحد ذاته. هيك صار معي بالوقت يلي صحيح الله ما بيشتغل ما بيعمل الحدث، بس الله يعمل في هذا بس الحدث. الله يستخدم هيدا الحدث، يعمل فيي ليستخدم، بيستخدم هيدا الحدث. يعني الله اليوم ما قال لي، ما رتب لي موعد على الاجنده وكتب لي اليوم تاعي على التليمير. اكيد اكيد هيدا مش عمل ربنا، هيدا عمل اشخاص. اوكي، بس الله عم يشتغل فيي وعم يشتغل فيك هلا بهيدا الوقت بالذات، لحتى نقدر نحن نكون عم نعمل رساله وعم نطلع خير لإلنا وللناس اللي حوالينا. فعلينا نفهم هيدا الخير ونقدر نقراه بحياتنا. لنوصل لهيك الموهبة اللي يمكن أكتر شيء هيك بحسها، يمكن بين مخافة الله وخوف من الله، وبعيش كل حياتي يمكن مرعوب وخايف، ويمكن لأنه هيدي كمان بجزء من تربيتنا المسيحية منكون هيدي الصورة عن الإله الذي يعاقب ويقاسس، مش الإله اللي بيحب وبيرحم وبيغفر، الإله الحقيقي، إله اللي بيعطي الحياة مش كمان بيعطي الموت، اللي بيرغب أن يكون عم عيش بحياة أفضل. أدي هيك اليوم أني أقدر ميز بين مخافة الله وهذا الخوف من الله. اليوم كتير دايرشي مثل كأنه موضة تخويف من الله. يعني منصير نقول الله بعت لنا الكورونا والله عملنا هيك. لما بنكون عم نحكي عن خوف من الله، بنكون عم نشوه صورة الله. لأنه إذا بالمسيحية نحن نؤمن إنه الله محبة، بالمحبة ما في خوف. إذا هيدا الإله هو إله حب، يعني كل شيء تاني بخوفني ما بيكون جاي من الله. بيكون كمان لازم استعمل موهبة التمييز لشوف هل أنا عم بميز صح صورة الله بحياتي. من هيك أنا ما بخاف من الله، أنا بخاف الله. وبتصور كتير كنا نسمعها من الكبار، خاف الله. شو يعني نخاف الله؟ يعني بكل بساطة حط قدام عيني وصيته واتصرف بالحياة على أساس هيدي الوصية. وصيته منها كتير صعبة بس متطلبة أكيد. يعني حب ربك من كل قلبك وحب قريبك كنفسك. يعني عندك ثلاث أشياء بدك تعملهم. أول شيء بدك تبلش تحب حالك، لأن هي ببلش فيها هو. تاني شغلة بدك تتعلم من خلال مخافة الله أنه تحب قريبك، تجرب تساويه بحالك، وهذا شيء مش دائما بننجح نعمله. وبس تكون عم تعمل هو تلقائيا بتكون دخل بمحبة الله. ويمكن هيك لما بدي أدخل بهالمحبة بدي أدخل بحكمة الله، وهيك بتتجلى يمكن هالموهبة السابعة بالحكمة اللي كل العالم اليوم يبحث عن هذه الحكمة. ويمكن في كتير من هيك وبعدنا لازلنا لليوم مصادر لهالحكمة. ويمكن هيك القول اللي يمكن هيك دائما قدام عيونا، رأس الحكمة مخافة الله. أديها الحكمة اليوم هي بدي أعرف أنه هيدي حكمة نابعة من الروح القدس، من فعل هذا الحب، من هالتجلي للصورة الحقيقية لهالحب بالثالوث الأقدس. هيدي الحكمة أني أنا أقدر أمتلكها لأقدر واجه كل شيء بالحياة، مش بس أنه أكون هيك سوبرمان أو هاي الصورة اللي بنحب دائما نرسمها أنه نحن مسيطرين، بس ولكن فعلا أني يكون عم ميز بحكمة، أني يكون العلمي بحكمة، قوتي بحكمة، التقوى بحكمة، مشورتي بحكمة، الفهم بحكمة، مخيفة الله بحكمة. روي، يسوع بيقول كونوا حكماء كالحياة. فأنا مرة حدا شرح لي
شو يعني نكون حكماء كالحياة؟ الحية لما بيجي حدا تضربها بتعرف انه اذا حدا وصل لراسها بيقتلها، من هيك بتخبي راسها بجسمها. لما بيقلنا كونوا حكماء كالحياة مش بالصدفة، حافظوا على نوعية أفكاركم. واليوم علم النفس بعد مدري كم سنة صار يقلنا انه كل شيء ببلش هون أو ببلش بمطرح ديني. فلما بيقلنا كونوا حكماء يعني عرفوا كيف منطق الله بده يفوت على دماغكم وعلى حياتكم، كيف بدكم تتصرفوا وتكون أفكاركم هي أفكار الله بالحياة. حلو. مش سهل تكون أفكارنا أفكار الله، بس بدنا قرار، بدنا قرار وبدنا تواضع، نعرف أنه مش دايما بتنجح. حلو، بس في محاولة وفي رغبة بالمسامحة، نسامح حالنا باستمرار، نترك ربنا يسامحنا كمان. حلو كتير. الأخ تريس سلوى من مرسلات سيدة المعونة الدائمة، أنا بدي أشكرك اليوم على هيك هالحوار الروحي، على هالإضاءة، على مفاهيم حقيقية لمواهب هذا الروح القدس اللي أوقات كتير بنسمعها وحفظناها بس بيومياتنا وبأفعالنا بننسى نطلبها، أو بننسى يمكن كمان هيك نصلي لحتى لننالها، لأنه أكيد إذا كانت هالمواهب موجودة بحياتي رح أقدر أقطف ثمار هذا الروح من الفرح، من السلام، من الصبر، من طول الأنات، وكون فعلا شاهد حقيقي لفعل الروح فيه. ما بعرف إذا بعد هيك بتحبي تزيدي شيء أو تختمي بشيء. أول شيء أنا بدي أشكرك على استضافتك، وبدي أشكر الله كمان أنه بعد في شباب مثلكم عم بتحاول تعيش المواهب وتظهرها بحياتها، لأنه المواهب ما بتتمشى على الطريق، المواهب هي موجودة بأشخاص. بدها تتجسد كائن حي. أكيد المواهب موجودة فيكم أنتوا الشباب يلي عم بتجربوا تسعوا تتنشروا كلمة الله، فعن جد نشكر الله عليكم. مرسي سور تريز. أعزائنا المشاهدين بريك، وأكيد من بعدهم كافيين سوا، خليكم معنا.